أكد. أثنت الصحف والمواقع العربية والعالمية بأداء محاربي الصحراء الرائع في مباراتهم ضد المنتخب المكسيكي، حيث تناول الموقع العربي العين الإخبارية هذه المباراة بإسهاب من خلال رصده لمختلف ردود فعل الصحافة العالمية. وقد بدأ الموقع مقاله بالتنويه بالإنجاز التاريخي للخضر بوصولهم للمباراة 20 دون هزيمة. أما الصحفي الرياضي البريطاني جون بينيت فقد علق من جانبه على وصول الخضر لهذه السلسلة من الانتصارات بقوله: للأسف كأس العالم يبتعد أكثر من عامين، لأن هذا المنتخب الجزائري لديه الإمكانيات يفاجئ العالم على المسرح العالمي. ونال المدير الفني للخضر إشادة الصحفي البريطاني بقوله: جمال بالماضي يقودهم بشكل رائع داخل وخارج الملعب. أما صحيفة آس الإسبانية فقالت في تحليلها للقاء: إن الطرد الذي تعرض له منتخب الجزائر لم يمنعه من أن يكون الطرف الأفضل على أرض الملعب. كما أشادت الصحيفة الإسبانية برد فعل لاعبي الخضر في تعديل النتيجة عبر إسماعيل بن ناصر بعد دقيقتين من تقدم المكسيك بهدف نظيف. أما شبكة ESPN العالمية فقد أكدت في تعليقها على اللقاء أن ضغط الجزائر كان عاليا منذ البداية ليصعب الأمور على المكسيك، وأضافت: المنتخب المكسيكي استحوذ بشكل أكبر، ولكن الخضر كان الطرف الأفضل من حيث الفرص في الشوط الأول. أما صحيفة أونس فوتبول الفرنسية فقد علقت على أداء الخضر قائلة: سلسلة لا هزيمة الخيالية تتواصل لمنتخب المحاربين. أما على الصعيد الجماهيري فقد شبهت الجماهير المكسيكية ياسين إبراهيمي بالظاهرة ليونيل ميسي، كما تمنى أحد المشجعين دعوة منتخب الجزائر للمشاركة في كوبا أمريكا، وأكد ثقته في أن الأرجنتين لن تصمد أكثر من ربع ساعة لتتلقى الهدف الأول من المنتخب الجزائري. أما موقع القدس العربي فقد أشاد بتعادل المنتخب الجزائري مع المكسيك، بالرغم من لعب المنتخب الجزائري ل 35 دقيقة بعشرة لاعبين فقط، وهذا بعد طرد عدنان قديورة. وأشاد ذات الموقع بالمدرب جمال بالماضي، فيما أكد موقع آس بالعربي أن المنتخب الجزائري حرم من الفوز بهدف قاتل. وبالرغم من سيطرة المكسيك فإن الموقع يرى أن محاربي الصحراء كانوا الأفضل في الأداء وفي الفنيات، وبهذا يكون المنتخب الجزائري قد انتزع اعترافا عالميا بقيمته الفنية، وأكد أنه يستطيع مقارعة كبار الكرة العالمية.